نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية مؤتمراً لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام. واستعرضت منسق حياة كريمة بالغربية الدور الذي تقوم به المؤسسة سواء في أعمال تطوير البنية التحتية وإنشاء المؤسسات والمنشآت وتبطين الترع، إلى جانب الدور الإنساني من العمل على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم. كلنا وراء القضية الفلسطينية، وطبعا رافضين اننا يكون في تهجير للغزاوية. دايما احنا في ظهر قيادتنا السياسية. النهاردة واحنا بنقول قضيتنا كلنا بنتكلم اننا بندعم فلسطين، سواء احنا عملنا ايه كمؤسسة حياة كريمة للدعم ده. احنا قدمنا قوافل مواد غذائية وطبية ومستلزمات طبية، عملنا اغاثة لغزة. النهاردة عرفت حياة كريمة عملت ايه الفترة اللي فاتت وانجازاتها في محافظة الغربية الفترة اللي فاتت، وعرفت انجازات جامعة طنطا من القوافل والمساعدات اللي بتقدمها للناس. مبسوط جدا، وباذن الله بفكر اشارك في حياة كريمة ان شاء الله. جينا النهاردة عشان ندعم اخواننا في فلسطين. المؤتمر كله كان قايم على الدعم الفلسطين والدعم اللي بتقدمه مصر للقضية الفلسطينية. أنا مبسوط جدا أنا موجود في حياة كريمة وفخور بالعمل اللي بقدمه للناس. أنا الحمد لله شاركت في توزيعات كتير، توزيع طرق الأبواب. طرق الأبواب ديت عبارة عن إن احنا بنجيب كراتين وبنوزعها للناس المحتاجة، وبننزل للناس الأكثر احتياجا مش الأكثر فقرا خالص. احنا بنحاول نوصل للإنسان، احنا شعارنا دايما في المؤسسة من إنسان لإنسان. بدأنا من انطلاق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستاد يوم الخميس اللي فات. إن شاء الله حياة كريمة هتبقى في قلب كل بيت مصري، وبندعم القضية الفلسطينية قلبا وقالبا. بعتنا قوافل طبية الرفح وشاركنا ونزلنا رفح احنا كمتطوعين في مؤسسة حياة كريمة. طبعا شاركنا برضو، حياة كريمة عملت لنا مبادرة اسمها ترك على الأبواب. غير كده وزعنا كراتين، مبادرة برضو توزيع الكراتين ووجبات، ونزلنا القرى وشاركنا في قوافل طبية.